تحقيقا لمقتضيات احكام المرسوم الملكي باصدار القانون رقم 29 لسنه 2020 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنه 2001 بشان حظر ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، اصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين قرارا بانشاء نيابه الجرائم الماليه وغسل الاموال يراسها محام عام ويعاونه عدد كاف من اعضاء النيابه العامه. بموجب قرار انشائها فان نيابه الجرائم الماليه وغسل الاموال تختص بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي عدد من القوانين الجنائية الخاصة والتشريعات المالية والرقابية، والتي تشمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام بقصد التربح والإضرار بإهمال والغدر واستغلال الوظيفة أو النفوذ، فضلا عن جرائم غسل الأموال سواء المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال أو مخالفة القرارات الصادرة بناء عليه، وكذلك الجرائم المتعلقة بالذمة المالية. تأتي أهمية إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق والتصرف في قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال من الحاجة إلى إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم والتفرق التام للتحقيق والتصرف في البلاغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها، خاصة في وجود الإجراءات المتعددة والتي وردت بمجموعة التشريعات المالية والاقتصادية وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، بما يقتضيه التحقيق في تلك النوعية من الجرائم من الموالاة والسرعة، وبالأخص فيما يتعلق برصد وجمع الأدلة وضبط وملاحقة الأموال والتحفظ عليها واستردادها. كما يتضمن القرار تنظيما لعملها على نحو يحقق المتطلبات الناشئة عن المعايير الدولية في مكافحة الجريمة، ويشمل ذلك التنظيم إنشاء سجل إلكتروني خاص بتلك النيابة تدرج فيه القضايا والقرارات المتعلقة بضبط الأموال، موضوع الجرائم وبيان لطبيعتها وقيمتها ومقدارها بحسب الأحوال والأوامر الصادرة بالتحفظ عليها وإدارتها، وما تؤول إليه تلك الأموال بموجب الأوامر والأحكام النهائية، فضلا عن تولي هذه النيابة إعداد الإحصائيات وتوفير المعلومات للجهات المعنية ذات الصلة.